الأخبار من اي تي في العدالة، وفيها شفاء 6 حالات جديدة من كورونا في الكويت، اليوم الأعلى لإصابات كورونا في الكويت 112 حالة والإجمالي 855. ومن العناوين إلى التفاصيل، أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم شفاء 6 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتمثلت للشفاء في البلاد إلى 111 حالة. وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية أن حالات الشفاء 6 تعود إلى مواطنين كويتيين، مضيفا أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين. من جهة ثانية، أشار وزير الصحة إلى أن 50% من المصابين ليس لديهم أي أعراض، وهنا تكمن الخطورة، وهذا هو التحدي الكبير الذي يتحدث عنه كل العالم. وقال الأزمة ستمضي بأقل الأضرار إن شاء الله، مجددا الطلب من المواطنين والمقيمين الالتزام بالجلوس في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة. من جانبه، أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند اليوم الأربعاء تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في البلاد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 855 حالة. وقال السند في المؤتمر الصحفي اليومي 33 للوزارة إن هناك حالة مرتبطة بالسفر إلى فرنسا لمواطنة كويتية من رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة، وهناك 105 حالات مخالطة هي حالة لمواطن كويتي، و77 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و9 حالات لمقيمين من الجنسية المصرية، و8 حالات لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية، و5 حالات لمقيمين من الجنسية الباكستانية. وأضاف أن الحالات المخالطة تضم أيضا حالة لمقيمة من الجنسية الأردنية، وحالة لمقيم من الجنسية الفلبينية، وحالة لمقيم من الجنسية السورية، وحالة لمقيم من الجنسية النيبالية، وحالة لمقيم من الجنسية الإيرانية. وفيما يخص الإصابات الجديدة والتي جرى تسجيلها خلال 24 ساعة الماضية، فقد تأكدت إصابة عدد 112 حالة ثبتت إصابتها بمرض فيروس كورونا كوفيد-19، حالة واحدة مرتبطة بالسفر وهي لمواطنة كويتية قدمت ضمن رحلات الإجلاء الأخيرة. أما الحالات المخالطة لحالات تأكدت إصابتها بمرض كوفيد-19 فقد بلغ عددها 105 حالات، وهي على النحو التالي: حالة لمواطن كويتي، و77 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و9 حالات لمقيمين من الجنسية المصرية، و8 حالات لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية، و5 حالات لمقيمين من الجنسية الباكستانية، وحالة واحدة لمقيمة من الجنسية الأردنية، وحالة واحدة لمقيمة من الجنسية الفلبينية، وحالة لمقيم من الجنسية السورية، وحالة لمقيم من الجنسية النيبالية، وحالة لمقيم من الجنسية الإيرانية. أما الحالات الجديدة والتي ما زالت قيد التقصي الوبائي والتي جرى تسجيلها خلال 24 ساعة الماضية، فقد بلغ عددها 6 حالات، وجميعها قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم، وهي كالآتي: حالتين لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية، وحالتين لمقيمين من الجنسية الهندية، حالة واحدة لغير محددي الجنسية، وحالة لمقيم من الجنسية المصرية. أصبح مجموع عدد الحالات المسجلة في دولة الكويت حتى الآن 855 حالة،
والمجموع الحالي لعدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابين بمرض فيروس كورونا COVID-19 743 حالة. أما فيما يخص الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة فقد بلغ عددها 21 حالة، 21 حالة، 14 حالة منها مستقرة وسبع حالات حرجة. نسأل الله لهم جميعا الشفاء. ناقش عدد من النواب مع الفريق الاقتصادي الحكومي في مجلس الأمة اليوم ملفي الدين العام وتأجيل أقساط المتقاعدين، وذلك في اجتماع خاص لبحث سبل معالجتهما في ظل أزمة تفشي كورونا في البلاد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لتو انتهينا من اجتماع مع الأخت والأخوة الوزراء الخمسة أعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، والأخ محافظ البنك المركزي، وبحضور ما يقارب من 21 نائب. تم نقاش ومناقشة العديد من المواضيع الاقتصادية والهم موضوع الدين العام، وقد أبدأ النواب وجهة نظرهم للحكومة بوجوب سحب هذا القانون وإعادة دراسته، لأن أولا هو أعد كما ذكرت في تصريح السابق قبل أزمة كورونا ولا علاقة له بالحزمة الاقتصادية أو غيرها، وأيضا في نفس الوقت لن يجد أغلبية لتمريره في المجلس، فيفترض أن تعاد دراسته وفق المستجدات والمتغيرات. وتم اقتراح العديد من الحلول والبدائل من قبل النواب وغيرهم، كما استمعنا إلى شرح من الأخ المحافظ محافظ البنك المركزي عن الوضع المالي للدولة والحالة المالية. النقاش قد لا أستطيع أن أفصح عن كل الأرقام التي ذكرت في هذا الاجتماع، لكن أستطيع أن أقول بأن النقاش كان إيجابي. واجب على الحكومة أن تضع خارطة طريق واضحة، واجب عليها أيضا في حال تقديم أي متطلبات تشريعية أو غيرها أن توضح بشكل جلي وواضح أوجه صرف أي مبالغ لأمرين، حتى تكون هناك فعلا عدالة حقيقية وواضحة، وأيضا تكون هناك شفافية تضيع الفرصة على من دائما دائب على تحوير الحقائق وتفسيرها بغير أمورها الحقيقية. الاجتماع كان طويل وجيد ومثمر، وسيستكمل بأيضا لقاءات أخرى. أبرز ما طرح فيه حول قوانين اقتصادية وحلول للأزمة اللي تواجهها اقتصادنا الوطني. بالنسبة لي مهتم جدا بقضية التأمينات الاجتماعية واقساط المتقاعدين، وقد استمعنا إلى تأكيدات حكومية بأن القرار اتخذ بما يتعلق بتأجيل هذه الاقساط إن شاء الله، ولكن بقي التكييف القانوني اللي هو خلال يومين إن شاء الله ستكون هناك وضوح أكثر بالصورة، أما أن يكون بتعديل قانوني أو يكون بقرار، وذلك بعد أن تفتي إدارة الفتوى والتشريع بالدولة خلال اليومين المقبلين. لذا أنا أطمن كل إخواني المتقاعدين والمتقاعدات بأن إن شاء الله التأجيل جاي، وهذا بفضل من الله وحده لا شريك له، ثم بفضل الكويت وليس لأحد منا، ويجيء في إطار التسهيلات اللي تقدمها الدولة لمواطنيها، واللي هي محط الاحترام، ونسعى أيضا للاهتمام بفئات وشرائح مختلفة مثل الذين يتقاضون مساعدات أو الذين يأخذون دعما للعمالة أو الذين يحصلون على بدل بطالة أو الذين لم ينهوا إجراءات تعيينهم، وأيضا بقية فئات المجتمع. نحن في أزمة والكل متآزر والكل متعاون، وهذا هو الواجب حتى نخرج منها إن شاء الله على خير. أشار النائب عبد الله الكندري إلى أن تأجيل أقساط المتقاعدين يحتاج لقرار وزاري، وقال الكندري: الأخ وزير المالية المحترم للعلم، تأجيل أقساط المتقاعدين لا يحتاج إلى قانون أو تعديل تشريعي، بل يكتفى بصدور قرار من وزير المالية بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة، ويترتب عليه عدم احتساب الفوائد عن هذا التأجيل حسب نص المادتين 57 و87 من قانون التأمينات الاجتماعية.
أشاد النائب عمر الطبطبائي بالخطوات التي قام بها الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص الدكتور عبد المحسن الحويلة في التصدي لبعض ملاك المدارس الخاصة الذين حاولوا الالتفاف حول قرار التعليم الإلكتروني وحرمان الطلبة من التمتع بهذه الخدمة رغم إقرارها من مجلس الوزراء. وقال الطبطبائي أن الأسر الكويتية تعاني ضغوطات عدة لا سيما في ظل أزمة كورونا، ولا بد من تصدي الجهات الحكومية لمن يحاول استغلال هذه الظروف وتحميل الأسر مزيدا من الأعباء. في ظل هذه الظروف هناك بعض الوزراء اللي غايبين عن الساحة، لكن أيضا هناك شخصيات وقياديين أمانة لازم يعني نشير لهم على دورهم أمانة الفعال. أنا اليوم في هذا الموقع أشكر الدكتور عبد المحسن الحويلة الوكيل المساعد للتعليم الخاص على الدور اللي قاعد يقوم فيه اتجاه بعض المدارس الخاصة، واللي للأسف البعض منهم يستغل هذه الظروف لأمور ثانية. اليوم التعليم الإلكتروني عقب ما تم إقراره من مجلس الوزراء هناك العديد من الطلبة أو أولياء الأمور يبون عيالهم يلتحقون في التعليم الإلكتروني، للأسف بعض المدارس لم تقبلهم لأسباب غريبة. المضحك في الموضوع بأن هذه المدارس هي من تعدت على قرار الوزارة. في البداية كان لم يكن التعليم الإلكتروني مسموح، ورغم هذا بعض المدارس الخاصة افتحت التعليم الإلكتروني فبدأوا قبل القرار. بعد ما تم إقرار هذا القرار ووجب تطبيقه هناك أسر أولياء أمور يبون عيالها تلتحق في التعليم الإلكتروني، هذه المدارس رفضت وقالوا احنا بلشنا. لا، انت يوم بلشت بطريقة غير قانونية، انت ضربت هذا القرار بعرض الحائط، ما يدفع ثمنه مستقبل أبنائنا وعيالنا. لذلك كان للدكتور عبد المحسن الحويلة موقف اتجاه البعض من هذه المدارس وطلع قرار أنهم يلتحقون. فلجميع الأسر، أي واحد فيكم يبي ولده يلتحق اليوم يلتحق رغم أنف البعض اللي قاعد يستغل هذه الأمور. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل دعمها كل جهود الجمعيات التعاونية لخدمة المواطنين في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وآخرها التعاون مع الشركات الوطنية لتوصيل الطلبات لخدمة سكان المناطق. وأشادت العقيل في تصريح صحفي اليوم بحرص اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على متابعة جميع احتياجات الجمعيات التعاونية وتذليل العقبات أمامها بما يحقق الأهداف المنشودة، لافتة إلى أن استعانة الجمعيات التعاونية بالشركات الوطنية لتوصيل الطلبات يلعب دورا إيجابيا في دعم الجهود المبذولة لخدمة سكان المناطق، ومشددة على ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات الصحية والأمنية وقرارات وزارة التجارة والصناعة ودعمها لهذا التعاون بين الجمعيات والقطاع الخاص ولا سيما الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة. أكد رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي في كتاب موجه إلى وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس وليد الجاسم أن المجلس شرع باتخاذ الإجراءات لعقد جلسة خاصة للبت في المواضيع العاجلة والمهمة تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بتكليفه للجهات الرسمية باتخاذ الإجراءات كافة لمكافحة فيروس كورونا والسيطرة عليه. وأمل العتيبي الإعاز لمن يلزم بسرعة موافاة المجلس بالمواضيع ذات الصلة ليتمكن من إدراجها في جدول أعمال الجلسة. أشاد وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر الصباح بالجهود المشتركة التي بذلتها وزارة النفط والشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية وبالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة والإدارة العامة للجمارك بالتنسيق المتواصل والمتكامل لتسهيل إجراءات الدخول والخروج للعاملين خلال الفترة الأخيرة، وذلك في أعقاب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكويت والسعودية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد. وقال الشيخ نمر الصباح أن الجهود التي بذلتها جميع الأطراف كان لها الدور الكبير في ضمان حسن سير المنشأة وتتويج استئناف سير العمل وفقا للخطط المرسومة بناء على اتفاقية عودة الإنتاج بين الكويت والسعودية،
معربا عن فخره بجهود العاملين المخلصين في منطقتي العمليات المشتركة في الوفرة والخفجي لجهودهم الدؤوبة في القيام بواجبهم المهني والوطني في ظل الظروف الحالية. أفادت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية عن ورود بلاغ إلى غرفة العمليات من مندوب إحدى الشركات الخاصة للحراسة يفيد بوجود أعمال تجمهر ومحاولة الاعتداء عليه من قبل عمال الشركة نفسها عند تسليمه للرواتب. وأشارت إلى أنه على الفور انتقلت دورية النجدة إلى مكان الواقعة، وأنه عند وصولها اعتدى أحد عمال الشركة على جسم الدورية ليقوم قائدها بإطلاق عيار ناري احترازي في الهواء لفض التجمهر. وكشفت عن تمكن قوة إسناد من الدوريات من ضبط 6 عمال من المتسببين بأعمال التحريض والشغب وإحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم تمهيدا لإبعادهم عن البلاد، لافتة إلى إجراء تحقيق بالواقعة والعمل على ضبط بقية العمال المشاركين في الاعتداء. وأكدت الإعلام الأمني ضرورة إبلاغ مخفر المنطقة عند حصول أي عمليات مماثلة من أجل الحماية والإسناد من قبل الدوريات الأمنية، وذلك لمنع حدوث تجمعات وأي مظاهر مخلة بالأمن.